اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا العدس، واحنا المصريين بندرس للعالم كله ازاي نعمل شوربه العدس على الطريقه المصريه. بالمستكه بقى، ياخد شعريه متحمره، شعريه مش متحمره، يتعمل فته. احنا شطار قوي في عمل العدس، والعدس على فكره بروتين نباتي قيمته الغذائيه عاليه جدا وامن، يعني من البروتينات اللي هي امنه. ولكن اذا كان في مشكله شويه في الدهون ايا كان، احنا نركز مع العدس. هنعمله النهارده مع الشعريه، وانا النهارده هعمله مع شعريه مش متحمره بقدر الامكان تبقى طبق الشوربه ده هيلسي. معانا كمان لحمه مفرومه النهارده، هنعمل صينيه اللحمه بالبطاطس ودبس الرمان، هتعجب حضراتكم. وتركات المغاز الطحينه مع دبس الرمان بيعملوا طبعا تيست عالي جدا، وخاصه لو في بطاطس شرايح متحمره مع اللحمه المفرومه. طبعا عروسه السفره في المطبخ الشامي سلطه التبول او الفتوش، لما بيكونوا موجودين على السفره يعني الكلام والحكايه بتبقى حلوه قوي. معانا النهارده الفتوش، هعمله بطريقه لطيفه مع الخضروات الشتويه، اذا كان الخس او الخيار او الطماطم او الرمان بتاعنا الجميل مع بتنجان العروس. ايه اللي جاب البتنجان، ايه اللي جاب البتنجان للفتوش؟ التفاصيل دي ان شاء الله هنشوفها في الحلقه بتاعتنا. وانا من دايما بكون حريص وانا بعمل طبق السلطه، بيكون لوحه فنيه بقدر ان انا اضيف له حاجات الاولاد بيحبوها. فلما يشوفوا الرمان مع البتنجان مع دبس الرمان مع السماء، اكيد السلطه دي يبقى فيها حكايه كده لطيفه وجميله تغنينا عن اي طبق تاني. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايز اعمل عروسه السفره يا اما تبوله يا اما فتوش. دي بجد اللي فيها شغل كتير، يعني سلطه التبوله بيتفرم لها البقدونس الناعم، ويتاخد لها البرغل مع عصير الليمون مع زيت الزيتون مع البصلايه مع طبعا البهار الحلو، وتبقى تبوله. اما الفتوش تفاصيله كتيره، تعالوا شوفوا المقادير على الشاشه. خيار، طماطم، رمان، بتنجان هنحمره في الزيت، بصلايه ناعمه، سماء، دبس الرمان، نستخدم مع الصوص بتاع الفتوش معلقه طحينه زي احنا حابين عشان دبس الرمان تبقى شخصيته قويه، نحط ورقتين نعناع اخضر او نعناع يابس مفيش مشكله، زيت زيتون وعصير ليمون. خلونا الاول نحمر البتنجان. حلو الكلام. اخبار الزيت ايه؟ جيبوا لي سماء يا شباب. هناخد البتنجان ده كده يتحمر في قلب الزيت. فتوش يا شيف بتنجان، حلو قوي. ونجيب الكسرولة بتاعتي الجميلة الحلوة أو السرفيز اللي أنا هقدم فيه السلطة معايا بالشكل ده كده. أول حاجة معانا الخس، الكابوتشا الحلوة دي كده بنحطها كده الشكل الجميل، لوحة فنية أهي. نعم، لا العدس جاهز معايا، أنا بس هخليه مفاجأة للسادة المشاهدين لأن العدس عايز وقته طبعًا، فهو جاهز معايا. بس هنشرح إزاي نحط الحلة على النار فيها المكونات، وفي الآخر هنكتشف معانا إن في عدس جاهز. عايز تبص عليه؟ حاضر. مش حرمك من حاجة. شوف العدس هو بيغلى على النار. كهرمانة كهرمانة يا شفيق. إيه الحلاوة دي؟ عينيا. ده بعد ده لما ياخد الشعريه. انا من الناس بقى اللي بيحب الشعريه جوه العدس مش متحمره، تبقى شخصيتها قويه. اللهم صل على النبي. جه وقتك وجت ايامك يا عدس. هنخلينا كده زي الفل. تمام، تعالوا مع بعض نشتغل في الفتوش. ناخد الخيار بتاعنا الجميل الحلو، انا بحب الخضار كده مرصوص بالشكل ده كده، طماطم، طبقات طبقات يعني، معانا عيش متحمص. شفت الجديد بقى؟ كلنا واخدين فكره عن الفتوش ان هو بيتقلب كله مع بعضه، بس انا حابب ارص كل حاجه لوحدها كده. الطبق بالتاكيد هيبقى شكله حلو بالشكل ده كده، وارجع تاني احط شويه خيار. وارجع تاني واقول لك شويه طماطم.
حلو، معانا البتنجان بيتحمر في قلب الزيت، الرمان طبعا بعدين هنحطه، نخليه كده، نجيب زيت الزيتون هنا، الله هو ده، زيت زيتون، عصير حامض، دول اساس طبق الفتوش، بقدونس مفروم ناعم، اهو ده زيت زيتون، عصير حامض اللي هو عصير الليمون، اللهم صل على النبي، بصلايه مفرومه ناعمه، شويه الملح الحلوين، دبس الرمان سيد الموقف هنا، الله الله يا شيف مغازة، انت بتستخدم دبس الرمان كتير لانه طعمه قوي والتيست بتاعه عالي، فبيدي طعم للسلطات، للاكلات اللحوم بالذات. زيت زيتون، عصير ليمون، دبس الرمان، حابين فص توم ني يبقى لطيف وجميل، بيعلي من طعم الفتوش. لسه ما خلصتش. شفت الخليط وقوامه زي الفل، هشيل ده كده من هنا. البتنجان اخباره ايه؟ هي التحميره دي اللي انا عايزها، ولازم البتنجان يتحمر في زيت شديد الحراره عشان ما يشربش منك زيت، ترش عليه رش دقيق حلوه يقوم ما يجمعش زيت. باخد البتنجان ده بحط عليه سنه بابريكا حلوه، شويه فلفل حلوين، شويه كمون وبابريكا، واقلبهم بيدي كده. ده البتنجان اهو، ببدا ارص هنا كده. ايه طبق الفتوش اللي فيه كل حاجه ده؟ والبتنجان ابو قلب ابيض. حلو قوي. معانا الرمان بتاعنا يزين الطبق الحلو ده كده، الله، لوحة فنية فيها كل حاجة، فيها الخبز المحمص، فيها الرمان، فيها البتنجان، وادي الخبز المحمص التاني بتاعنا، ده خبز شامي اللي هو بتلاقوه أبيض، عايزة تعمليه بأي نوع خبز أنت حباه مفيش مشكلة. بس ده بيبقى ده سهل على السنان يعني، واحنا بناكل التاني لو احنا حمصناه بيبقى قوي على السنان، ده المقصود من الكلام. التاني ممكن نستخدمه في طبق فته شوربه هنا هتلينه. حلو الكلام. ننزل بشويه دبس الرمان هنا كده، يا دلعك يا شيف يا دلعك. حلو قوي. ناخد الصوص اللطيف ده كده، اللهم صل على النبي، وننزل بيه طبعا على وش السلطه دي. طبعا على فكره عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما ننزل بيها، خلاص جوزك وصل بالسلامه، الباب بيخبط، جرس الباب بيرن، تبداي تحط السفره بتاعتك وتحط الدريسنج بتاع السلطه على السلطه، وخاصه لو فيها ورقيات زي الفتوش، زي السلطه الخضراء، الحاجات دي مهمه جدا، تبوله، لان اول ما بتشم زيت الزيتون وعصير الليمون بتهبط على طول. حلو قوي، بألف هنا وشفا للي ياكل. زي دلعها بقى، انت بص انا هشتغل في الشوربه، العدس. شفت السلطه دي؟ زي الفل تمام. نحط شويه رمان عينيا، حاضر. حلو قوي. دي السلطه بتاعتي.